السلام عليكم إخواني أخواتي، شوفوا هذا الطير بمناسبة عيد العرش المجيد اللي صادف السنة 24 سنة بتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله فوق البحر ديال المضيق. وهنا مدينة تطوان، مدينة الحمامة البيضاء، شوفوا روبورتاج ديال الطريقة ديال استعراض اللي داروها الحرس الملكي، وغادي نخليكم مع الفيديو. حركات الاستعراضية وإيقاعات موسيقية شكلت في تناغم تام لوحات الاستعراضية البديعة، حظيت بإعجاب المتابعين من ساكنة وزوار المدينة. يتفرد به المغرب ويتميز به عن عديد من دول العالم، ردت من خلاله حملة المشاعل أغاني وطنية لن تفوت الجماهير فرصة التفاعل معها، في عرض مفعم بالحماس الكبير الذي يعكس حب الوطن الذي يغمر قلوب المغاربة قاطبة. التشكيلات الموسيقية انسجمت مع الألعاب النارية التي أنارت سماء المدينة، أنوار بألوان مبهجة خطفت أنظار المتابعين وأضفت طابعا خاصا من الفرحة والبهجة بعيد العرش المجيد.